بتعاني من التنميل في أطرافك؟ عندك صداع مفاجئ مثلا في جبهة الرأس، آلام متفرقة في اليد اليسرى، ممكن تكون مصاب بأعراض تسبق النوبة القلبية وتستلزم منك صور شعاعية والذهاب لإجراء قسطرة طارئة. هذا ما يسمى بالتوهم المرضي اللي راح نتحدث عنه اليوم في حقك تعرف مع الدكتور اللي انضم لنا اليوم، الدكتور تامر المصري، استشاري الطب النفسي والإدمان. مرحبا فيك دكتور تامر. أهلا فيك وفي السادة المشاهدين، وإن شاء الله أنا نثري لكم معلومات هيك تساعد على المشاهدين إن شاء الله يستفيدون. أمانة الموضوع اللي كان مقترح موضوع مختلف تماما، إلا أنك قلت لي أول ظهور معكم في عوافي حاب أتحدث عن حالة شائعة مرضية قاعدة تواجهني أنا كطبيب نفسي اللي هي التوهم المرضي. نعم. بداية دكتور خلينا نعرج عنه كمفهوم عام، ما هو التوهم المرضي حسب مفرداتكم أنتم كطب نفسي؟ نعم، التوهم المرضي هي حالة من حالات القلق، وفي بعض الأحيان بتتطور لحالة من حالات الوسواس. بيشعر المريض بمجموعة من الأعراض الجسدية بيبدأ على أثرها يراجع العيادات الطبية بكافة الاختصاصات، وما بيكون في مسبب عضوي أو مسبب واضح لهاي الأعراض. أنا أيد كلامك دكتور. في الدراسة التي تم إجراها في عام 1996 مجموعة من الأطباء جابوا 50 شخص تقريبا، أخضعوهم لهذه الدراسة اللي تم من خلالها إعطائهم علاج وهمي بلاسيبو. نعم. وأشعروهم بالألم في إحدى أطرافهم، والطرف الثاني قالوا له اللي عليه علاج وهمي، هل أنت شاعر في الألم؟ فعليا قالوا إحنا مش شاعرين. نعم. هذا دلالة على أنه قديش التوهم المرضي شائع أو ما يسمى بالإيحاء. نعم. دكتور ممكن نسميه هو يعني التوهم المرضي أنه شخص بيشعر بألم حقيقية، يعني ألم في صدره، خفقان، ممكن يصير يتعرق، ممكن يصير عنده دوخة. هذا الألم بلجأ لطبيب مختص، مثلا ده طبيب صدر، طبيب قلب، بنعمل له كل الفحوصات، ما بيلاقوا عنده مثلا لا سمح الله جلطة أو مشاكل بالرئة. دكتور هذا اللي كنت ناوية أنوه عليه، اللي هو ضرورة التكامل والتعاون بين يعني وظيفتي أطباء الأمراض العضوية والأطباء النفسي. إنه والله أنت ما في إشي عضوي يفضل أنك تراجع طبيب نفسي. صحيح. هنا طبعا كل ما بدأنا بالعلاج مبكرا بالحالة كل ما كانت نسب التحسن أكثر. دكتور العلاج سلوكي أم علاج دوائي؟ والله شوفي يعني هو العلاج لازم يكون من شقين، يعني اللي هو السي بي تي أو الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي بنسميها، اللي هو هذا العلاج السلوكي مع المعالجين السلوكيين، وكثير من الحالات ممكن نحتاج أدوية، وعادة نستخدم خط الدفاع الأول اللي هو مثبطات السيروتونين بنسميها. بنلاحظ إذا أخذ التزم بالدواء واستخدمنا له العلاج السلوكي. المشكلة النساء يعانوا من التوهم المرضي أو يصابوا فيه 4 أضعاف الرجال، وقالوا بأنه المرأة قد تكون تستخدم أسلوب التوهم المرضي لجلب التعاطف معها كأنثى. هل هي المعلومة صحيحة دكتور؟ هنا دخلنا في قصة ثانية ليست مرضية، سلوكية. إنه يعني هي مثلا مش بس الأنثى، يعني ممكن الأنثى الذكر أنا بحاول أجذب، أحاول أستعطف الناس اللي قدامي، ممكن أعمل حالي والله بتشنج، ممكن أعمل حالي عندي صداع مزمن، نتفاعل معهم ونعطيهم التعاطف اللي هم قاعدين ينتظروه. إنه ما في سبب عضوي، ما في قلق، الآن بدنا نشتغل على الموضوع السلوكي، وعادة اللي بنجح معاهم هذول اللي عندهم الإشي السلوكي الإهمال. أوكي. ما نعير اهتمام بشكوى مرة واثنين وثلاثة، ترى حتى الأطفال ممكن يقوموا في مرة واثنين وثلاثة بعدين هو ببلش يتناسى هذا الموضوع. عظيم. لأنه إذا أخذنا الموضوع على محمل الجد كل مرة إحنا كمان بنعزز السلوك. رائع. السلوك اللي مش كويس هذا فيه اللي هو محاولة لفت الانتباه، خلينا نحكي
كل ما تعاطفنا معه أكثر، كل ما عززنا أداءه لهذا السلوك، كل ما تكرر السلوك بكثرة. فهنا بيجي دور الأهل إنه إهماله. وراح أستدل من كلامك دكتور أختم الحديث بدراسة أجريت في عام 1963 قام بإجراها عالم هندي على شخص. نعم. هو هذا الشخص في أحد السجون أساساً أطلق عليه حكم الإعدام. نعم. فخير بين الإعدام شلقاً وبين الإعدام بسحب وحدات من الدم من جسمه تدريجياً. يقال بأنه عندما وضعوا هذا السجين طبعاً هو اختار أنه يسحب الدم. نعم. عصبوا على عينيه. صح. وبإجراءات معينة أوهموا بأنه إحنا قاعدين نسحب منك الدم. هم فعلياً كانوا يحطوا في التيوبات الماء الدافئ اللي يشعروا بأنه دم. صح. توقف قلبه في آخر قطرة. نعم. من الدم هي له بأنه سقطت. إذن هذا هو التوهم المرضي. مش بس التوهم المرضي، أنت إيش بتدخل أفكار بصير في سلوك. صحيح. إيش بتسمع أفكار بصير بدون طبع عليك كسلوك، وهذا نقيس عليه في شتى مناحي يعني الحياة. للأسف جماعة اللي عندهم المشكلة هاي كمان بيفتحوا على جوجل بقرأ والله مثلا أعراض الصداع أو الصداع علامات لمرض إيش، بحطه مثلا على جوجل دكتور الكورونا أعراض الكورونا، فترة الكورونا كمان هاي كمان زادت والله. الصداع علامة من علامات السرطان، الصداع علامة من علامات التوتر. صحيح. الصداع علامة من علامات نقص البوتاسيوم. صحيح. الصداع، فهو بمسك أسوأ شيء سرطان، فببلش يبحث عن سرطان الدماغ، بتلاقي يتصور مثلاً 20 MRI فيصيبه سرطان في التفكير. خلص بصير حياته كلها متقوقعة حول هالفكرة هاي بسبب إنه قرأها وبلش يطبقها على نفسه. إحنا دائماً بنحكي للناس اللي بيفتحوا على جوجل وبيفتحوا، قولوا أنت مش طبيب، ما بصير تقرأ عن الأمور المرضية. صحيح. ولو انصبت في عرض أنت رجعت طبيب وقال لك ما في إشي، خلاص توجه للأمور النفسية إذا بدأ هاي المشكلة تعطلك عن حياتك العادية وروتين حياتك. كل شكر لك دكتور تامر المصري استشاري الطب النفسي والإدمان، شرفتنا اليوم في عوافي. شكرا لكم وشكرا على الاستضافة هاي، وإن شاء الله نكون فدنا الجمهور بمعلومات ولو بسيطة يعني.